نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية النوادرية بمركز فرسكور بدمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتستهدف القافلة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، حيث تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان. هذا وقد تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بعد التسجيل على الموقع وتذليل كافة العقبات أمامهم. موجودة في قرية نوادرية طبقا لمعايير القوافل والبعد عن المستشفيات المركزية. عندنا القافلة النهاردة فيها 12 عيادة تخصصية، إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا المعمل اللي فيه أكثر من 40 تحليل، عندنا الأشعة العادية والأشعة بالسونار. فحوصات طبعا دي بنوفرها عشان نسهل على الطبيب اتخاذ القرار السليم تجاه المريض. المنطقة بعيدة فعلا عن الخدمات الطبية، فإن شاء الله القافلة تقدر تقدم خدمات متميزة لأهالينا في المنطقة. القافلة الطبية فيها أكثر من 12 تخصص، معهم الخدمات المكملة للعمل بالقافلة، خدمة الأشعة وخدمة التحاليل. كمان موجود صيدلية بها أكثر من 120 صنف لخدمة التخصصات الموجودة. نستهدف القرى زي قرية النوادرية كده، القرى الأكثر احتياجا والأكثر فقرا. الأكثر احتياجا طبعا للخدمة الطبية. القافلة داخلة ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. قرية النوادرية من المناطق النائية والمناطق الأكثر احتياجا للخدمة الصحية في محافظة دمياط، بتقع في الشمال الشرقي لمحافظة دمياط على حدود محافظة الدقهلية ومحافظة بورسعيد، تقع على بحيرة المنزلة. الخدمات الصحية هنا مش متوفرة في القرية، عشان كده القوافل الطبية لوزارة الصحة والسكان بتعوض هذه القرية وبتدعمها ب 12 عيادة متنقلة متخصصة في جميع التخصصات الطبية